اهلا ومرحبا بكم، مع مهند غلام 050516 3525 من حمولة للسيارات. اليوم زي ما انت شايف وفي ورايا السيارة التاهو زي 71 ال 2021 نيو شيب، هنبص عليها ونشوفها من الداخل شكلها كيف. زي ما انتم شايفين التغيير ما شاء الله كامل على الشكل والشاسيه والداخلية، احنا هنشوفها حالا. السيارة اللي قدامنا هي الزي 71 اللي فيها الترفيعة تبع الدعامية الأمامية للرم، في عليها الدواسة الحديد رجات. شايفين سقف البانوراما، شاشات خلفية، بس ما فيها قدر صح؟ لا ما فيها قدر، بس في مانيوال شيفتنج حاجة وراك. اللي قدامنا عليها ليذر سيتس بشكل التابلوه، ليه انا ده الشكل. منتظرين تعليقكم.